اليوم نستعرض لكم أحد أهم هواتف 2015 آيفون 6S. هل هو نقلة كبيرة عن 6؟ فلنرى في حلقة اليوم. للوهلة الأولى لن تميز الفرق بين الآيفون 6S وسابقه 6، وهذا متوقع، فأبل تركز بإصدار S على تحسينات داخل الهاتف أكثر من التصميم الخارجي. حرف الأس في ظهر الجهاز هو أفضل طريقة للتمييز بين الجهازين. مع التشابه الكبير هناك فروقات، فالمعدن المستخدم في الـ 6S هو الألمنيوم 7000 الصلب، والذي يعد أقوى وأصلب من المعدن المستخدم في الآيفون 6، وقد تم استخدامه لكي تتفادى أبل أي احتمال لانحناء الهاتف. من ناحية الأبعاد، فإن الآيفون 6S وسلفه جاء بنفس الأبعاد من ناحية الطول بـ 13.8 سنتيمتر، وكذلك العرض وهو 6.7 سنتيمتر، ولكن الآيفون 6S جاء بسمك 7.1 مليمتر، أي أنه أسمك من الآيفون 6 بحوالي 0.2 مليمتر، وهذا غير متوقع من جهاز أحدث، كما أن الـ 6S أثقل بحوالي 14 جرام من سلفه، أي 11%، حيث يأتي بوزن 143 جرام. السمك والوزن الجديدين هم بسبب الشاشة الجديدة التي تأتي مدمجة مع مجسات لقياس الضغط. زيادة السمك لم تكن ملحوظة عكس الوزن الذي كان ملحوظا أكثر، لكن ما زال الآيفون سهل الاستخدام لكنه سهل الانزلاق بسبب حوافه الناعمة المستديرة. عدم تغيير التصميم الخارجي يعني أنه ما زال لدينا نفس الشكوى من التصميم السابق، بالأخص أن الهاتف طويل بالنسبة لحجم شاشته والحواف عريضة على جانبي الشاشة التي تمثل 65.8% فقط من حجم الهاتف. مع ذلك فالهاتف جميل خاصة من ظهره، وستشعر بجودة صناعته العالية. أعلى الشاشة هناك الكاميرا وسماعة المكالمات ومستشعر القرب، وفي أسفل الشاشة هناك الزر الرئيسي هوم، ويأتي مدمجا مع ماسح البصمة تاتش اي دي من الجيل الثاني، والذي لاحظنا أنه أصبح أسرع وأكثر دقة من قبل، وهو أفضل ماسح بصمة استخدمناه حتى الآن. من الطرف الأيمن للهاتف نجد زر الطاقة، أما في الطرف الأيسر فيوجد زر التحويل بين أوضاع الهاتف، وأسفله زري التحكم بالصوت. لا يوجد منافذ أو أزرار من أعلى الهاتف، أما من الأسفل فسنجد في المنتصف منفذ USB 2.0 قابل للعكس، وعلى يساره منفذ للسماعات الخارجية بقياس 3.5 ملم مع مايكروفون للمكالمات، أما على اليمين فهنالك مخرج للسماعات والذي يمكن تغطيته بسهولة عند حمل الهاتف بشكل عرضي. خلف الهاتف ستجدون مايكروفون آخر بين الكاميرا والفلاش، وهو مخصص لتسجيل الفيديو الملتقط عبر الكاميرا، ومع الأسف لا تزال الكاميرا الخلفية بارزة مما يعرضها للخدش بسهولة، وهنالك شعار أبل في المنتصف وهو عاكس ويميز الهاتف. يأتي الهاتف بأربع ألوان وهي الرمادي والفضي والذهبي، إضافة إلى لون جديد مميز وهو الذهبي الوردي. يأتي الهاتف بشاشة مشابهة لسلفه الآيفون 6، فكلاهما بحجم 4.7 إنش، وهما من نوع IPS LCD بدقة 1334x750 بيكسل، أي حوالي 326 بيكسل لكل إنش، وهو جيد جدا. الشاشة تأتي بطبقة حماية مقاومة للخدش، وهي أقوى من الطبقة المستخدمة في الآيفون 6 بمرتين، وتأتي أيضا بتقنية جديدة اسمها أبل 3D Touch، أو ما يسميها البعض Force Touch، وهي الجيل القادم من اللمس المتعدد، وهي تقنية تعتمد على مجسات لقياس قوة الضغط استخدمتها أبل في ساعته. الشاشة تعد جميلة وذات ألوان براقة كما يمكن رؤيتها بشكل جيد تحت أشعة الشمس، ولكن تمنينا لو قامت أبل برفع دقتها. على ملاحظاتكم وتعليقاتكم. الصوت في الهاتف يعد جيدا ونقيا، لكنه أقل علوا للآيفون 6، وتمنينا لو قامت أبل بوضع السماعات من الجهة الأمامية. بعد أبل الآن جوجل، في المؤتمر هو الأول. قامت أبل بالتركيز على تطوير المواصفات الداخلية للآيفون 6S، حيث جاء بمعالج أبل A9 ثنائي النواة بتردد 1.8 جيجاهرتز، مقارنة مع معالج A8 المستخدم في الآيفون 6 والذي جاء بتردد 1.4 جيجاهرتز، وكلاهما بمعمارية 64 بت، وهنالك أيضا وحدة تشغيل مساعدة للمعالج تدعى M9 تساعد على تتبع حركة المستخدم وإبقاء خدمة المساعد الشخصي سيري مفعل دون صرف كبير للبطارية. وقد حقق الهاتف في تطبيقات اختبار الأداء Antutu وGeek Bench 3 نتائج مرتفعة. أما معالج الرسوميات فقد جاء الآيفون 6S بمعالج Power VR GT7600 سداسي النواة الممتاز لمحبي الألعاب. أما بالنسبة لذاكرة العشوائية رام، فقد قامت أبل لأول مرة منذ انطلاقها للآيفون 5 بزيادة حجم الرام لتصبح 2 جيجا بايت مقارنة مع 1 جيجا بايت للآيفون 6،
وبهذا الحجم من الرام يمكنك فتح تطبيقات كثيرة والتنقل بينها بكل سلاسة وكفاءة، علما أن نظام iOS تكفيه 1 جيجا بايت من الرام ليعمل بسلاسة. الآيفون 6S يمتلك ذاكرة داخلية فقط كما في جميع أجهزة الآيفون السابقة والتي جاءت بثلاث خيارات وهي 16, 64, 128 جيجا بايت. بالتأكيد الهاتف سلس وسريع. يأتي الآيفون 6S بنظام iOS 9 وهو يعد آخر إصدارات نظام iOS حتى الآن. النظام الجديد أصبح معربا من ناحية الاتجاه، فقد أصبحت الاتجاهات في الهاتف من اليمين إلى اليسار بدلا من اليسار لليمين، وذلك ما رأيناه في الإعدادات وكذلك شاشة القفل التي يتم سحبها لليمين الآن. وهنالك تطبيق المحفظة وولت الذي يجمع لك بطاقات الائتمان لاستخدامها في خدمة أبل للدفع أبل باي. تجدون أيضا تطبيق iCloud Drive الذي يتيح لك إدارة الملفات الموجودة على حساب iCloud الخاص بك بصورة أكثر فعالية. تطبيق الملاحظات Notes أصبح يوفر للمستخدم الآن إضافة قوائم للملاحظات وإرفاق صور ومقاطع فيديو وخرائط بالإضافة لرسم الملاحظات وإمكانية مشاركة الملاحظات من التطبيقات الأخرى. وهنالك مميزات جديدة مثل شريط البحث المضاف لتطبيق الإعدادات وميزة العودة السريعة للتطبيق المشغل بعد استقبال الإشعارات أو فتح رابط معين عبر المتصفح. كما أن هنالك خصائص قديمة مثل النقر مرتين على زر الهوم لتصغير نافذة النظام وذلك لوصول أسهل للتطبيقات. قامت أبل بتحديث المساعد الشخصي سيري من ناحية الواجهة وقد أصبح أكثر ذكاء من قبل، فيكفي أن تقول هاي سيري ليعمل المساعد الشخصي حتى لو كانت الشاشة مطفئة، لكنه لا يدعم العربية حتى الآن. كيف الجو اليوم؟ تقنية 3D Touch هي أهم ما يميز الهاتف الجديد، حيث ستسمح لك بعمل عدة تفاعلات بحسب قوة ضغطك، وسيقوم الهاتف بإحداث اهتزاز تختلف قوته حسب قوة الضغط. فمثلا عند النقر على رسالة البريد سيتم فتحها، وإذا قمت بالضغط عليها ستظهر نافذة منبثقة تعرضها بشكل موجز، وإذا سحبتها للأعلى أثناء الضغط ستظهر لك خيارات محددة، أما إذا قمت بزيادة الضغط على النافذة المنبثقة فستدخلك إليها. كما يمكنك الضغط مطوراً على رابط معين ليظهر لك نافذة من متصفح سافاري تمكنك من مشاهدة الرابط دون فتحه. وفي الواجهة الرئيسية يمكن أن تضغط على تطبيق معين مثل الكاميرا لتظهر لك عدة خيارات مثل أخذ صورة سيلفي. أخيراً وليس آخراً يمكنك الضغط على لوحة المفاتيح لتصبح كلوحة لمسية مشابهة للتراك باد تساعدك على التنقل لأعلى وأسفل الشاشة عند الكتابة. ننوه إلى أن ميزة 3D Touch تعمل مع معظم تطبيقات النظام وتعمل أيضا مع بعض وليس كل تطبيقات الطرف الثالث مثل تويتر. برأينا النظام جميل وبسيط وميزة 3D Touch تعد من أجمل المزايا التي رأيناها وننتظر تفعيلها بتطبيقات أكثر. قامت شركة أبل ولأول مرة منذ عدة سنوات برفع دقة الكاميرا الخاصة بالآيفون، فقد جاء الآيفون 6S بكاميرا خلفية دقتها 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f2.2 مقارنة مع 8 ميجا بيكسل في الآيفون 6. وهذا يعني أن الصور الملتقطة بالكاميرا الجديدة تمتلك تفاصيل أكثر من الكاميرا السابقة، وتأتي كلا الكاميرتين مع فلاش LED مزدوج وتقنية EyeSight لتحسين جودة الصورة. ولم تختلف واجهة الكاميرا الجديدة كثيراً عما قبلها، فلا يزال هنالك خاصية التركيز التلقائي والـ HDR والبانوراما وخاصية اكتشاف الوجه. وهنالك ميزة جديدة وهي Live Photo والتي تمكنك من أخذ فيديو قصير للحظات ما قبل وبعد أخذ الصورة بالكاميرا، وبعدها كل ما عليك هو اللمس بشكل مطول على الصورة لعرض هذا الفيديو، كما يمكن استخدامها في شاشة القفل أيضاً للصور التي تدعم هذه التقنية. جلبت الكاميرا الجديدة ميزة انتظرها كثير من عشاق التصوير بهواتف الآيفون، وهي ميزة تصوير فيديوهات بدقة 4K وهي بسرعة 30 إطار بالثانية، ولكن عليك الذهاب للإعدادات الرئيسية من أجل تغيير دقة الفيديو المستخدمة بدلا من تغييرها مباشرة من واجهة الكاميرا، وهذا أمر غير عملي برأينا. يوجد بالكاميرا خاصية تصوير فيديوهات بطيئة الحركة Slow Motion بسرعة 120 إطار بالثانية لدقة Full HD بسرعة 240 إطار بالثانية لدقة HD، كما يمكن تصوير فيديوهات سريعة الأحداث أو الحركة Time Lapse أيضا. أصبح بإمكان المستخدم التحكم بإيقاف وتشغيل ضوء الفلاش أثناء تصوير الفيديو في نظام iOS 9 وهو ما افتقدناه في الأنظمة السابقة.
برأينا الكاميرا الخلفية تلتقط صورا جميلة وفيديوهات ذات دقة جيدة، كما أن عملية فتح تطبيق الكاميرا والالتقاط أسرع من قبل، ولكن كان يجب على أبل أن تضيف تقنية المثبت البصري OIS للآيفون 6S. أما الكاميرا الأمامية قامت أبل برفع دقتها لتصبح 5 ميجا بيكسل في الآيفون 6S بدلا من 1.2 ميجا بيكسل في الآيفون 6، وأضافت أيضا تقنية جديدة للإضاءة بديلة عن الفلاش التقليدي، وهي جعل الشاشة تضيء عند أخذ الصور بالكاميرا الأمامية، وهي ما أسمت بريتنا فلاش. هنالك عدة وضعيات للكاميرا الأمامية مثل HDR والصور البانورامية وميزة اكتشاف الوجوه. تستطيع الكاميرا الأمامية التصوير بدقة HD بسرعة 30 إطار بالثانية. وجدنا الكاميرا الأمامية ممتازة لعشاق السيلفي. يدعم الآيفون 6S شبكات الاتصال حتى شبكات 4G لإصدار كات 6 الذي تصل سرعة تنزيله إلى 300 ميجا بت بالثانية، ويدعم الهاتف بلوتوث بإصدار 4.2 وكذلك واي فاي حتى آخر إصدار وهو الآي سي، بالإضافة لخاصية NFC ولكنها مقيدة الاستخدام لخدمة الدفع أبل باي. ويمكن استخدام الهاتف كجي بي اس ولكنه يفتقد لتقنية الأشعة تحت الحمراء IR والاف ام راديو. ما يميز الهاتف هو اتصاله بشكل مبتكر مع أجهزة أبل الأخرى مثل ساعة أبل وأجهزة الماك. يمتلك الآيفون 6S بطارية بحجم 1715 ملي أمبير، وهي أصغر من بطارية الآيفون 6 بحوالي 95 ملي أمبير، وقدمت البطارية أداء متوسطا حيث لم تصمد معنا ليوم كامل. وإذا كنت تستخدم الهاتف بشكل مكثف فستضطر لحمل الشاحن معك لأنك ستشحن الهاتف مرتين في اليوم الواحد، لكن هناك ميزة جديدة أضافتها أبل في نظام iOS 9 وهي ميزة نمط الطاقة المنخفضة التي تساعد على تخفيف الطاقة التي يستهلكها الهاتف وبالتالي تزيد من عمر البطارية. مع الأسف لم تقم أبل بتزويد الهاتف بتقنية الشحن السريع التي رأيناها في العديد من الأجهزة الرائدة لهذا العام، ولا بتقنية الشحن اللاسلكي التي رأيناها في الجالاكسي S6. أعجبنا بالآيفون 6S أداء سلس وسريع، كاميرا جيدة جدا مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K، ميزة 3D Touch مفيدة وعملية، تحسن تقنية ماسح البصمة. أما ما لم يعجبنا، شاشة صغيرة بالنسبة لحجم الهاتف، عمر البطارية متوسط، افتقار الكاميرا لخاصية التثبيت العدسي، محدودي استخدام تقنية NFC. رأي رقمي، الآيفون 6S لم يختلف من ناحية تصميم مع الآيفون 6، ولكن مواصفاته الداخلية جاءت بتغيير ملحوظ، فالمعالج والكاميرا وخاصية 3D Touch تميز الهاتف عن سلفه. الترقية جيدة، لكن ننصح بانتظار 7 بتصميم جديد كليا. إذا كنت تمتلك آيفون 5S أو ما قبله فبالتأكيد الآيفون 6S سيعجبك وسيكون نقلة كبيرة. كما ننصحك بأخذ نسخة أكبر من 16 جيجابايت إذا كنت من محبي التصوير أو الألعاب. بالنهاية نشكرك على المتابعة، إذا أعجبتك الحلقة شاركها مع أصدقائك ولا تنسى أن تشترك بالقناة من هنا، ونود أن نسمع رأيك بالجهاز فاتركه لنا بالتعليقات. نراك في الحلقة القادمة من رأي رقمي على رقمي تيفي.